أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من موقع كتابات ومقال الكاتب حامد شهاب تحت عنوان المتقاعدون وحزمة السودان المحبطة للآمال. فلم يكن يتوقع المتقاعدون وهم الشريحة المغيبة ومن أكثر من عانت من الظلم والإهمال طيلة الحكومات المتعاقبة، لم يكن يتوقعون أن تكون حزمة السودان الأخيرة لحل المعاناة من المساوية تنتهي على تلك الشاكلة المحبطة للآمال التي طرحها رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، وعدوا تلك الحزمة إهمالاً لمعاناتهم وانتكاسة مؤلمة، إذ لم تحدد أي زيادة في رواتبهم متدنية حتى تكون لهم بادرة أمل يمكن أن تعينهم وأسرهم على سنوات الضيم في زمن تقفز فيه أسعار السوق العراقية إلى أرقام خيالية ومستويات المعيشة في أتعس أحوالها. والطامة الكبرى أن الحزمة التي طرحها السوداني مؤخراً تشمل فقط بعض المتقاعدين الذين سيحالون إلى الخدمة مستقبلاً، ولم تشمل في كثير منها المتقاعدين السابقين. لقد خاب ظن المتقاعدين بطروحات السوداني ووعوده، وعدوا ما طرحه يوم الجمعة 24 من شباط من حزمة مؤلمة تجاوزاً لمعاناتهم وتعدياً على حقوقهم التي وعدهم بها. فهل يرتقي المتقاعدون إلى حجم مأساتهم ويصعد احتجاجاتهم التي لم يضعها مجلس الوزراء ولا مجلس النواب ضمن اهتماماته في أي جلسة من جلساتهم الأخيرة؟ علهم باستخدام التصعيد يكون بمقدورهم الضغط على الحكومة والبرلمان للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة بعد أن بلغت أحوال ملايين المتقاعدين حدوداً مرعبة من الظلم والإجحاف، لم يكن بالإمكان تحمل مآسيها كل تلك السنوات العجاف من ديمقراطيتهم التي أذاقونا فيها مرارة العلقم. تأمل العراقيون أن يكون التغيير بوابتهم لتأسيس دولة القانون والمواطنة، غير أنهم اكتشفوا بعد سنوات أن الذين يحكمون يكرهون القانون ويحتقرون الحرية. وقصة العودة إلى قانون الانتخابات القديم والتنصل عن شعارات الإصلاح السياسي دليل على ما يقول الكاتب الذي أضاف: خذ مثلا تلك الفصول التمثيلية التي قدمتها لنا أجهزة الحكومة لترطيب الأجواء، مرة معركة سعر الدولار، فبعد أن كانت بعض الأحزاب السياسية تهدد بزلزلة الأرض إذا لم ينزل الدولار عن برجه العالي، نجدها الآن صامتة لكي تكتمل الحكاية. وكان لابد من اختراع صولة المحتوى الهابط أيضا مرة أخرى، ولم تنتهي حتى خرجوا علينا بقانون البلديات. في كل يوم يصر ممن تسلموا أمور البلاد والعباد أن يعيدوا عجلة الزمن إلى الوراء، إلى زمن الوصاية والتضييق على الحريات الشخصية. لقد أضعنا ما يقارب 20 عاماً في خطابات مقززة عن حقوق المواطن، وسلمنا قيادة البلاد إلى الفاشلين وأصحاب الحظوة، وكان في استطاعتنا أن ننافس دبي وسنغافورة، لكننا قررنا أن نضع العراق في خانة واحدة مع أفغانستان والصومال. سيقول البعض إن دستور عام 2005 أقر في مواد عديدة ضمان حرية الأشخاص ومعتقداتهم وآرائهم، لكن الواقع يقول إن حرية العراقيين مهددة حتى في بيوتهم. لم تعد الناس تصدق شعارات دولة القانون. كيف تتمسك الحكومة بالقانون وشرائعه وفي مؤسساتها قوى سياسية تريد إقامة نظام شمولي ولو بالترهيب؟
العام التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفائها في العراق منذ عام 1990 ولغاية الآن. كتب وليد الزبيدي مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، قال فيه: منذ البدء تبين أن أهداف الحصار آنذاك تتجاوز كثيرا موضوع اجتياح الكويت، وأن ما قاله وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر قبيل الحرب لوزير الخارجية العراقي حينذاك طارق عزيز في جنيف من أن أمريكا ستعيد العراق إلى العصر الحجري. أضاف الكاتب أن تلك الخطوات ما زالت مستمرة ضمن مخطط مخيف، وذلك بعد مرور سنوات طويلة. على إطلاق بيكر هذا التهديد الواضح والصريح في التاسع من شهر كانون الثاني من عام 1991، أي قبيل شن الحرب على العراق بأسبوع. بدأت حقبة السلام التي أعقبت انتهاء الحرب عام 1991 بسلسلة من الجرائم بحق العراق، وتبعتها سلسلة من الإجراءات القاتلة بحق العراقيين. فقد بدأت حرب تجويع العراقيين من خلال الحصار القاسي الذي فرض على العراق، وصاحب ذلك ما سمي قرارات نزع أسلحة العراق، ثم الغزو والاحتلال والممارسات الخطيرة لنهب ثروات العراق ووضعه في خانة التبعية ومخطط تفتيت وحدته المجتمعية وإثارة الفتن وتمزيق البلاد. سلسلة الجرائم التي ذكرناها وهي جرائم موثقة بالتفاصيل الدقيقة، أليست جرائم يحاسب عليها القانون الدولي؟ أم لا يقترب منها المجتمع الدولي لأن أمريكا تقف وراء ارتكابها؟ نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعدته إيزابيل كيرشنر عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين اليهود على بلدة حوار وقرية زعتر قرب مدينة نابلس. أضافت الكاتبة أن مسلحاً فلسطينياً قتل مستوطنين يهود في وقت اجتمع المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والعرب لمناقشة طرق خفض التوترات، ثم قام المستوطنون الصهاينة بعملية تخريب وتدمير وإحراق للممتلكات الفلسطينية في بلدة حوار. وذكرت الصحيفة أن المستوطنين اليهود قاموا بعد ساعات من قتل شقيقين من المستوطنين بعملية انتقامية في بلدة حوار وعاثوا فيها فسادا. غطت الأحداث الميدانية على لقاء قمة العقبة التي وصفها الأردن بأنها أول لقاء يعقد منذ عدة سنوات، وأصدر الأردن والولايات المتحدة بيانات قالوا فيها إن الفلسطينيين والإسرائيليين عبروا عن التزاماتهم بالاتفاقيات الماضية وتعهدوا بمنع العنف. وقالت الصحيفة إن اللقاء الذي حضره مسؤولون من الأردن وفلسطين ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة يعكس براغماتية الحكومة الإسرائيلية التي مضى عليها شهران وتعتبر الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، إلى جانب رغبة أمريكية بالتوصل إلى اتفاق يمنع العنف من الخروج عن السيطرة. وتعلق الصحيفة أن الشهرين الأولين من 2023 هما من أكثر الشهور دموية، وقالت إن تصاعد العنف هو ما دفع إلى قمة العقبة قبل حلول شهر رمضان المقبل. ومنذ بداية 2023 قتل أكثر من 60 فلسطينياً في المناطق المحتلة، معظمهم نتيجة لمداهمات الجيش واشتباكات مسلحة. ومن الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصاً في عمليات فلسطينية. نشرت صحيفة الجارديان مقال رأي أعده سايمون تيزال، قال فيه إن حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم الديمقراطية في العالم محلها الفشل. فقد ذكر تيزال أن الأداء النشط الذي قدمه بايدن في كييف وورسو أظهره بصورة رجل شاب في أثناء حملة انتخابية، وقد تهكم الإعلام الروسي بأن الرئيس الأمريكي يسخن نفسه لانتخابات الرئاسة في عام 2024، فبايدن يقدم نفسه بأنه نسخة جديدة من قلب الأسد، ويقود حملة دولية ضد الرجال الأشرار أو ما يطلق عليه امتحان لكل العصور، ويعتقد أنه يملك المبادرة وأن قضية الديمقراطية تنتصر، وللأسف بحسب تعبير الكاتب فهو مخطئ.
يرى الكاتب أن تقسيم بايدن للعالم معنا وضدنا يحمل ترددات غير مريحة لجورج بوش عام 2001 وبوتين نفسه، وفكرة أن الولايات المتحدة تحمل قدر الدفاع عن الحرية والديمقراطية في أي مكان هي رسالة تجد قبولاً لدى الناخب الأمريكي على الأقل مرة، وفي أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي وعندما تشكلت عقلية جو بايدن، ولم يعد هذا موجوداً. فرغم نزعة بوتين الإمبريالية والعدوانية فقد ولى ذلك العهد، ويرتسم الزمن الحالي بتعدد الأقطاب والجيوسياسية المعقدة. فبعد العراق وأفغانستان بات الكثير من الأمريكيين يتساءلون عن السبب الداعي لتحمل أمريكا مسؤوليات القيادة العالمية، مثلما تبنى جيل بايدن الفكرة ومن دون تفكير. وربما اتخذ الرئيس المقبل ديمقراطياً كان أم جمهورياً موقفاً أقل كلفة، وركز على الداخل، وبايدن هو الأخير من جيله. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نبقى الآن مشاهدينا مع وقفة قصيرة والرسوم الكاريكاتيرية. ذكر مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دوغلوس أن المستوطنين اليهود نفذوا نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية بجنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن دوغلوس قوله إن أمس قد شهد هجمة شرسة للمستوطنين اليهود واعتداءات غير مسبوقة من إحراق للمنازل واستدافها والاعتداء على المواطنين. ذكر أيضا أنه قد استهدف 30 منزلا في حوارة بين إحراق وتكسير، وأيضا قد أحرقت 15 مركبة. في أثناء تقرير مصور عن كارثة الزلزال في تركيا وصور لبعض من نجوا من العبارات التي يرددها بعض الناس بعد حدوث كوارث طبيعية وسقوط قتلى، هي أن الأشخاص الذين قضوا ربما عرفوا الراحة، أما أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة وقد فقدوا أحباءهم فلن يعرفوا الراحة، على عكسهم سيجلسون فوق ركام ماضيهم وأحلامهم ويستذكرون من قضوا معهم أوقاتا وأياما كثيرة بحلوها ومرها. ليس من السهل الاستيقاظ على واقع جديد ناقص بناسه وتفاصيله. ماذا حل بأحلام هؤلاء الذين ما زالوا على قيد الحياة؟
هل يصنعون أحلاما جديدة أم أن جل ما يرغبون به هو التخلص من وقع الصدمة والحزن والخوف؟ إنهم يدركون أن الحياة تستمر، لكنهم يحتاجون إلى وقت طويل قبل أن يستعيدوا وعيهم مما حصل ويعودوا إلى الحياة. نقل المشاهدين الكرام مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نهاية العالم تقترب، الخوارزميات لا تشعر والبيانات لا تعاني، هكذا انتقد المؤلف الأسترالي نيك كيف نظام الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي بعد أن قلد أسلوبه في كتابة أغانيه، بينما وصفه آيلون ماسك بأنه نظام جيد بشكل مخيف. فكيف يعمل التطبيق؟ التعلم المعزز. تطبيق تشات جي بي تي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، وسرعان ما أصبح منافساً قوياً لعملاق محركات البحث جوجل. تشات جي بي تي باختصار هو برنامج لمعالجة اللغة بإمكانه التفاعل مع المستخدم، أطلق في تشرين الثاني نوفمبر 2022 ليتربع على قائمة روبوتات المحادثة من خلال تقنيات التعلم المعزز. إجابات مقنعة. تشات جي بي تي إذن هو عبارة عن برنامج دردشة بوسعه تقديم إجابات وردود بشرية مقنعة على الأسئلة، إضافة إلى قدرته على كتابة نصوص وإعلانات بثوان معدودة، بما يعطي انطباعاً لمستخدميه بأنهم يتحدثون إلى شخص حقيقي. إلا أنه نظام ينشئ كلمة تلو الأخرى من دون القدرة على تكوين رؤية للعالم على حد وصف مسؤول الذكاء الاصطناعي لشركة ميتا. مخاوف أخلاقية. البرنامج يتمتع بقدرات لفهم واستيعاب اللغة المكتوبة والمنطوقة لكتابة الرسائل المهنية، بما أثار الكثير من الجدل والمخاوف الأخلاقية، خشية من تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي ليتفوق على من قام بصنعه بحسب دوتشي فيلا، حيث دفعت قدرة البرنامج الفائقة إلى توسيع الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي لما له من تأثير مستقبلي كبير على الكمبيوتر والإنترنت والأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية. وأنتم ما رأيكم بهذه التقنية؟ في نهاية جولتنا الصحفية مع صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا مشاهدينا الكرام تحيتنا، إلى اللقاء.